معايا تصريح تاني خاص بالمدير الفني لفريق سموحة اللي فاز امبارح بسكور كبير على بلدية المحلة، كابتن احمد سامي. قال ان هو بيهتم بالتدريبات اللي بتساعد اللاعبين ان هم يرجعوا مرة تانية لمستواهم، زي حسام حسن، زي جونيور اجايي، من قبلهم احمد عبد القادر، مصطفى فتحي، ناصر ماهر. اتكلم عن اكتر من لاعب وقال ان هو سعيد جدا لما بيتولى تدريب لاعب ما كانش موفق مع فريقه ويعود للتألق من جديد تحت قيادته. يعني فكرة ان هو يكتشف اللاعب من جديد او يفوق اللاعب من جديد، ودايما بنقول ان في بعض اللاعبين الكيمستري بتاعتهم ما بتمشيش مع مديرين فنيين بعينهم، ولكن كابتن احمد سامي قال ان هو بيبذل مجهود كبير جدا عشان يجهز جونيور اجايي عشان يعود مره تانية لمستواه، وقال ان طموحه مع سموحه كبير جدا، خاصه ان الفتره اللي فاتت كانت فتره هامه لبناء الفريق. وقال عن احمد عبد القادر لاعب الاهلي انه لاعب مميز جدا وبيحتاج معامله خاصه، ومن الطبيعي ان يشارك اساسي مع الاهلي، وان الاهلي او اللاعب ما قصرش في حاجه وهو من اللاعبين المهاريين في الدوري. عن ناصر ماهر لاعب الزمالك، اكد احمد سامي انه لاعب موهوب وتوظيفه في تشكيل الزمالك خاطئ وهو ده اللي مش بيظهر قدراته بشكل اكبر. شفنا اكتر من لاعب قبل كده قدروا مدربين او مديرين فنيين بيرجعوهم مره تانية لمستواهم، بيرجعوا فيهم الثقه من جديد، بيقدروا يظهروا كل امكانياتهم ويستغلوا امكانياتهم دي. ودايما بقول ان المدير الفني الشاطر هو اللي يقدر يلعب بادواته ويقدر يوظف كل لاعب في المكان اللي ياخد منه اكتر استفاده قصوى. هو حد يتخيل المدير الفني بيبقى عنده حسابات، مدير فني عايز يكسب، عمره ما هيقعد واحد على الدكه ما يكسبوش.